في نفس السياق، هل تستطيع تركيا مقاومه الامارات والسعوديه اقتصاديا؟ وش عندها الامارات السعوديه تضرب فيها تركيا؟ حاولت هذه، حاولت شراء بنك وخلاص، هذه يعني ما يمكن تتكرر. ما تستطيع كل يوم تشتري بنك، هي يعني شراء البنك هذا مكلف جدا جدا، يعني تشتري بنك عشان تشتري ليره ثم تبيع الليره فجاه، هذه مكلفه جدا يعني. بالعكس تنقلب، انقلبت على السعوديه والامارات. لا لا، شفت الاقتصاد التركي اقتصاد متكامل، يعني فيه انتاج، فيه انتاج وفيه دوره كامله، فيه انتاج صناعي وفيه انتاج زراعي وفيه انتاج خدماتي وفيه تقنيه وفيه صناعه ثقيله وفيه بنيه تحتيه متكامله. هذه ميزه تركيا، يعني مثل الدول الاخرى المتقدمه المتكامله اقتصاديا. فحتى لو نزلت الليره تستفيد نزول من نزول الليره ب تضخيم الصادرات، لأن ستكون الصادرات رخيصة في الخارج وستكون السياحة رخيصة في الداخل، يعني تجذب المزيد من السياح وتجذب المزيد من المستوردين لبضاعتها. نعم تتأثر في البضائع التي هي تستوردها وتتأثر، لكنه تتوازن يعني. وذلك ذكرت المثل البريطاني حينما نزل البريكسيت، نزل الجنيه خمس قيمته تقريبا او اكثر من خمس، ربع قيمته 25%، ما تاثرت، لان اقتصاد متكامل. نعم البضائع المستورده في بريطانيا ارتفعت قيمتها، لكن البضائع المصدره تحسنت جدا، يعني طارت الصناعه، طارت يعني من الفرح صناعه المنتجه المصدره، لانهم وجدوا عدد كبير من الاسواق في الخارج.